من ضمن الاسئله، هل مجال تحليل البيانات مش مطلوب او لازم اكون خريج كليه معينه؟ ملوش حاجه ممسوكه تقدر انك تمسكها فيها، لانه ممكن هقول لك على حاجه، ممكن واحد خريج كليه صيدله ويشتغل في تحليل البيانات، فتلاقيه شغال في قسم الداتا اناليسز تحليل البيانات داخل شركات الادويه، وعلى فكره بيكون مفضل لان هو اوريدي عنده الباك جراوند الميديكال الطبيه فبيعرف يتعامل معاه. في ناس تانية تقول لك لا، ده لو انت خريج كلية الاحصاء يقول لك، حتى كده في بعض الاماكن يقول لك يفضل انك تكون خريج هندسة معرفش ايه، او خريج قسم احصاء استاتيستكس. فدي من الحاجات اللي هم فعليا ممكن انها تساعد في هذا الموضوع، لكن على الجانب الاخر من الحاجات انها مش ممسوكة، لا ممكن في ناس كتير بتدخلها من اي كلية. في ناس برضه بتقول لك خريجين النظم ليهم افضلية، لكن قولا واحدا خلينا نكون صادق معاك، مدام الشغلانه مش متخصصه في مجال معين زي ما انا قلت كده الادويه، وعاوز واحد تحليل بيانات بخلفيه ميديكال، بشكل عام اغلبيه الاماكن مش بتطلب انك تكون خريج كليه معينه او حاجه، لا انت بس اهم حاجه تشتغل على ادوات تحليل البيانات، بتعرف تستخدم البرامج المختلفه، هو ده اللي بيعمل فرق، وربنا يوفقك ان شاء الله ويكتب لك كل خير.